باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مباركة أنت في النساء، فقالت مريم تعظم نفسي الرب. كروس رود درب الصليب الأعزاء. تحتفل الكنيسة ليتورجيا في هذا الأحد بذكرى زيارة مريم لبيت إليصابات. في البشارتين لكل من زكريا ومريم تكلم الله وأصغى الإنسان، أما في زيارة مريم فتكلم الإنسان والله أصغى. إنه سر الشركة والمشاركة، فالله يدخل في شركة اتحاد مع البشرية بتجسد الكلمة الإلهي يسوع المسيح، ويشرك الإنسان كل إنسان بخيرات نعمه وبركاته، والإنسان يدخل في اتحاد مع الله بشخص مريم التي قدمت له كل ذاتها. من هذه الشركة الاتحادية مع الله تنبع شركة الوحدة بين جميع الناس. إننا نصلي لكي يدخل كل واحد وواحدة منا، بل جميع البشر، أن يدخلوا في شركة الاتحاد بالله وشركة الوحدة فيما بينهم برباط المحبة. زمن الميلاد يذكرنا بهذا الواجب، فهو زمن النعمة التي تجددنا في الداخل وفي مسيرة حياتنا. ويحتفل العالم بتاريخ اليوم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وإذ نرحب بكم جميعا في هذه الليتورجية الإلهية، يسعدنا أن نوجه تحية خاصة لرابطة كروس رود درب الصليب مع مرشدها حضرة الخوري بيير راعي. هذه الرابطة تضم مصابي الحرب المقاومة في المسيحية المعروفين بالشهداء الأحياء، وهم رفاق الذين حملوا صليبهم حتى الموت والشهادة، ويقولون بقينا نحن لنسير معا بقلوبنا وإيماننا ورجائنا حاملين صليبنا نحو الهدف، وهو حماية وطننا وشعبنا وقيمنا. تعنى هذه الرابطة بتأمين حاجات الأشخاص من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم من أدوية وغيرها. هؤلاء الشهداء الأحياء يحييهم شعور التحدي للتغلب على الإعاقة والعجز، وشعور المشاركة بآلام وأحزان الآخرين الذين توحدوا معهم في الجرح والألم. قلة هم، ولكن الشعلة في داخلهم عظيمة، شعلة الوفاء، شعلة العطاء والتضحيات والأثمان المدفوعة محفورة في أجسادهم. لم يهزموا، لم يرتدوا إلى هوامش المجتمع يأسا أو لا مبالاة، أمانة منهم للتاريخ والتضحيات. إنهم علامة من علامات صمود الروح تماما كما الشهداء. بهذه الروح قرروا خلق إطار نضالي
لتأمين الاستمرارية وإكمال الرسالة جيلاً بعد جيل، فكانت رابطة كروس رود، درب الصليب. وأوجه معكم تحية خاصة لعائلة المرحومة الشيخة لوريس سركيس الهاشم، زوجة عزيزنا السيد منصور مهنا، فنجدد التعازي له ولابنته المحامية ندى وأسرتها ولسائر أنسبائهم، وقد ودعناها معهم ومع أهالي العقورة العزيزة منذ أكثر من شهر ونصف، فنصلي لرحمة نفسي المرحومة لوريس في الملكوت السماوي ولعزاء عائلتها. لقد أسفنا وتألمنا لانتهاك الهدنة في غزة والعودة إلى حرب الهدم والقتل والتهجير وتحميل الشعب البريء الآمن نتائج حرب التدمير والإبادة. فما معنى الهدنة الإنسانية التي دامت 4 أيام وكانت مجرد نية استعدادية للحرب من جديد ولحرب ضروس بعد استراحة؟ يا لقساوة قلب البشر البعيدين عن الله، لا أحد في لبنان بالنسبة إلينا ولا أي لبناني واحد يريد امتداد الحرب إلى الجنوب، إلى أهلنا اللبنانيين الآمنين هناك. فإذا امتدت هذه الحرب إلى الجنوب، لا سمح الله، لا أحد يعرف أين تتوقف وماذا تخلف وراءها من دمار وضحايا. فلنصلي إلى الله كي يبعدها عنا، ولكي يكون كل مسؤول أكثر حكمة وفطنة وتواضع ودراية. فلا يمكن أن يرغم اللبنانيون على تحمل أوزار حرب ليس لهم فيها أي شيء. سماع وتأمل ونطق، هذه الكلمات الثلاث تنكشف لنا بين البشارتين لزكريا ومريم وزيارة مريم لآل سباط. السماع لكلام الله، التأمل بمضمون هذا الكلام ومعناه، النطق من وحي الكلام الإلهي بالقول والفعل وتمجيد الله. فعندما نقل الملاك جبرائيل كلام الله وإرادته وتصميمه لكل من زكريا الكاهن زوج إليصابات ومريم عذراء الناصرة المخطوبة ليوسف، أصغيا وتأملا طويلا. ولما زارت مريم نسيبتها إليصابات الحامل بيوحنا في شهرها السادس وأسرعت من الناصرة إلى عين كارم عبر الجبال والوديان والسهول لمساعدة إليصابات حتى مولد يوحنا، كان النطق الموحى من الكلام الإلهي. فإليصابات المتأملة طيلة 6 أشهر نطقت وقد امتلأت من الروح القدس، وحيت مريم وتنبأت بأنها المباركة بين الناس وأنها أم الرب وأنها المؤمنة التي تستحق كل تطويب. ونطقت مريم بنشيد التعظيم الذي تردده الكنيسة، تمجيد الله على عظائمه الذي يبدأ تعظم نفس الرب. ونطق زكريا
وقد حلت عقدة لسانه بنشيد تبارك الرب. سماع وتأمل ونطق. السماع لله الذي يكلمنا، والتأمل في كلامه، ولأن كلام الله خارج من قلبه وجب علينا، على كل إنسان، أن يسمع كلامه بقلبه. التأمل هو أن نسمع الله بقلبنا، لأنه يخاطب قلبنا. قمة الصلاة التأمل، وبعد ذلك النطق بالكلمات وبالأعمال والمواقف والمبادرات. نكون هكذا مبدعين، لأن الله يتكلم على طريقته، ونكون نحن خلاقين، فنقرر بحريتنا ما نشاء. الله أرادنا، أرادك، أرادك على صورته، خلاقا ومبدعا. نقرأ في سفر يشوع بن سراخ: وأعطى الرب الناس قلبا للتفكير، وملأهم من الفطنة، وأطلعهم على الخير والشر، وجعل عينه على قلوبهم ليظهر لهم البشر عظمة أعماله، فيحمدون اسمه القدوس ويخبروا بعظائم أعماله. انتهى كلام يشوع بن سراخ. والقديس يعقوب الرسول يبين في رسائله قيمة سماع الكلام الإلهي والعمل به، ويقول: لا قيمة للأعمال من دون، لا قيمة للإيمان من دون الأعمال. ويضيف يعقوب الرسول: اللسان شر، به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين على مثال الله خلقوا. فمن السلام، فمن اللسان، من الفم تصدر البركات واللعنات. ويتساءل يعقوب الرسول: أيستطيع النبع الواحد أن يفيض بمياه عذبة ومرة؟ انتبهوا إلى لسانكم، إنه للبناء لا للهدم. لا يظنن أحد، ولا سيما الذين في السلطة أو هم من أصحاب النفوذ السياسي، أكانوا برلمانيين أم وزراء أم رؤساء كتل أو أحزاب، لا يظنن أحد أنهم بغنى عن ثلاثية السماع والتأمل والنطق. فلو عاشوها لما بلغنا إلى حالة البؤس التي أوصلونا إليها، وأوصلوا الدولة والشعب وقوانا الحية والمؤسسات إلى حالة البؤس. فالسماع هو لصوت الله عبر كلامه في الكتب المقدسة، ومن خلال صوته الداخلي بالضمير الأخلاقي والوطني. والتأمل هو إدخال الصوت الإلهي إلى أعماق النفس والقلب، كما كانت تفعل العذراء مريم أم يسوع، ويردد الإنجيل: كانت تحفظ كل هذه الكلمات والأحداث في قلبها وتتأمل فيها. والتأمل يقتضي الخروج من الذات ومصالحها وحساباتها الخاصة، وتوسيع مساحة النظر إلى المصلحة الأشمل، إلى الخير العام،
إلى خير الوطن وجميع المواطنين. والنطق هو التعبير الكلامي البناء، وترجمة كلام الله وصوت الضمير ونتائج التأمل في الأفعال والمبادرات. نحن نصلي لكي يدرك المسؤولون عن مصير الدولة والشعب عندنا أنهم ملزمون بثلاثية السماع والتأمل والنطق، وهي الطريق الوحيد لخروج كل واحد منهم من شرنقة مصالحه وحساباته، وللتلاقي بروح المسؤولية الوطنية من أجل التباحث في أسباب التعثر واللاثقة المتبادلة، على أن يتخلى كل فريق عن مشاريعه على حساب لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات. إن أولى ثمار السماع والتأمل والنطق هي التوجه الفوري إلى البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية عبر دورات متتالية يومياً وفقاً لمنطوق المادة 49 من الدستور. إن عدم انتخاب الرئيس وإقفال القصر الجمهوري منذ سنة وشهرين تقريباً جريمة موصوفة آخذة بهدم المؤسسات الدستورية والإدارات العامة وانتشار الفوضى والفساد وتشويه وجه لبنان الحضاري. إذا تكلمنا من باب القانون وروحه وفلسفته منذ الشرع الروماني إلى اليوم، إذا تكلمنا كلاما منزها عن السياسة ومصالحها الخاصة، نقر بأن القوانين تعلق بقرار من السلطة المختصة بسبب الظروف القاهرة منعا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول يجب في هذه الحالة عدم المس حاليا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدة الجيش وتماسكه وثقته بقيادته وثقة الدول به. فالجنوب اللبناني متوتر، والخوف من امتداد الحرب إلى لبنان يرجف القلوب، والحاجة إلى الجيش متزايدة لتطبيق القرار 1701 والاستقرار الجنوب ولضبط الفلتان الأمني الداخلي ولسد المعابر غير الشرعية بوجه تهريب البشر والسلع والمخدرات وما سواها. فنردد مرة ثانية، اذهبوا أيها النواب بموجب ضميركم الوطني إلى مجلسكم وقوموا بواجبكم الأول والخطير وانتخبوا رئيسا للجمهورية وفق المادة 49 من الدستور، فتستقيم المؤسسات ويسلم الوطن ويتوقف كل جدال وانقسام. فلنصلي إخوتي أخواتي، أعطنا يا رب وللجميع نعمة السماع والتأمل والنطق بالأفعال من أجل الخير العام وتمجيد اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.